تمام. فهلا في عنا اشي ضروري نعرفه، اللي هو انه في عنا بالجسم بالاوعية الدموية اشي اسمه فيبرينوجين. هلا هذا الفيبرينوجين بيتحول لاشي اسمه فيبرين او فيبرين كلوت. تمام. ايش هو الوسيط اللي بيحول الفيبرينوجين للفيبرين كلوت؟ هو عبارة عن اشي اسمه ثرومبين. تمام. هلا هذا الثرومبين هو اللي بيحول الفيبرينوجين لفيبرين كلوت. هلا بدنا اول اشي نعرف كيف الفيبرينوجين عشان نفهم، بدنا نفهم كيف الفيبرين كلوت او شو الفرق بيناتهم. هلا difference between fibrinogen and fibrin clot انه واحد منهم inactive وواحد منهم inactive form، واحد منهم active form وواحد منهم inactive form. هلا احنا هيك بدنا نتخيلها. هلا الفيبرينوجين هو عبارة عن، خلينا نتخيل انه هذا هو الفيبرينوجين مثلا، تمام، او هذا هو الفيبرين. تمام. هذا هو الفيبرين. هلا لو فرضنا انه هذا هو الفيبرين، يعني هذا هو اللي راح يعمل تجلط الدم. الفيبرينوجين راح يكون عليه اشي هيك بمنعه من انه يلتصق مع جزيئات الفيبرين كلوتس الثانية عشان يعمل هاي الجلطة. فالفيبرينوجين هو عبارة عن inactive form من الفيبرين. ليه؟ لانه في عليه اشي بمنعه من الارتباط. هلا احنا لما نيجي بدنا نعمل زي تجلط للدم او تخثر للدم، شو بده يكون في عنا؟ بده يكون في عنا فيبرين كلوت مع فيبرين كلوت مع فيبرين كلوت مع فيبرين كلوت مع بعض. فاذا الفيبرين كلوتس كل وحده عليهم اشي بخليها ان اكتف اللي هو هذا الاشي، بصير اسمها فيبرينوجين. أما لما ينشال هذا الإشي تتحول لفيبرين كلوت. فالإشي اللي بيخلي أو يعني الميدياتر اللي بيخلي الفيبرينوجين يتحول لفيبرين كلوت هو عبارة عن إشي بنسميه الثرومبين. أول نقطة كانت هي إنه the proteolytic cascade leads to activation of thrombin، اللي شغله هو إنه بيحول circulating soluble fibrinogen ل insoluble fibrinic fluid. تمام؟ هاي بالنسبة للنقطة الأولى إنه بنعمل activation للثرومبين. طب ليش حكينا انه بنعمل اكتيفيشن للثرومبين؟ ليش هو ممكن يكون من يعني ان اكتف؟ طبعا الثرومبين زي الفيبرين ممكن يكون ان اكتف، زي كيف الفيبرين كلوت ممكن يكون فيبرينوجين يعني ان اكتف فورم، برضه الثرومبين ممكن يكون اشي اسمه ثرومبين. هلا نفس الفكره هون، في عنا اشي اسمه بروثرومبين. هاد البروثرومبين ماله ممكن يتحول ل ثرومبين. تمام. يعني بمعنى ثاني البروثرومبين نفس الفكرة، لو كان هاد مثلا البروثرومبين
لازم لأنه inactive يكون عليه إشي بمنعه من الارتباط عشان يشكل لي الثرومبين. هلا إحنا عندنا ثرومبين مع كمان ثرومبين مع كمان ثرومبين مع كمان ثرومبين كلهم مع بعض بيؤدوا إلى تحويل الفيبرينوجين إلى فيبرينوكلوت. فالبروثرومبين بتحول لثرومبين، يعني هذا inactive form وهذا الactive form، يعني نفس الفكرة. ف بحكي لنا الفاكتور هون، بحكي لنا الفاكتور XA. هلا ايش يعني الفاكتور XA؟ هلا الفاكتور XA، X باللاتيني معناتها 10، فـ A وين ما نشوف حرف الـ A اللي هو عبارة عن activated form. مش احنا حكينا في عندنا الـ inactive والـ active، فالـ A هي عبارة عن activated form لأنه برضو في عندنا فاكتور 10 inactive. ففي عندنا إشي اسمه فاكتور 10. الأكتيف فورم من الفاكتور 10 هاي هو عبارة عن intermediate endoclotting cascade، زي قبل شوي لما حكينا عن الكاليكيرين حكينا إنه intermediate، يعني هو عبارة عن إشي وسطي مش نهائي، بيكون في منتصف السيستم تبع الكلوتينج سيستم، تمام؟ فالفاكتور 10A الأكتيف فورم من الفاكتور 10 هو عبارة عن intermediate endoclotting cascade. إيش وظيفته؟ بيعمل شغلتين. أول إشي اللي هو increased vascular permeability، تاني إشي اللي هو بيعمل أو بيساعد بالleukocytes immigration. هذا الإشي حفظ. هلا بعد شوي رح نتعرف على فاكتور 10 أكثر بالصورة، يعني السلايد الجاي فيه صورة. بس هلا خلينا نحكي شوي أكثر عن الثرومبين. هلا إحنا حكينا إنه الثرومبين هو الإشي المسؤول أو وظيفته الرئيسية هي تحويل الفيبرينوجين لفيبرينوكلوت، صح؟ هلا الثرومبين participates in inflammation، يعني احنا الشابتر تاعنا عن الانفلاميشن، فبدنا نشوف شو وظيفة الثرومبين بالانفلاميشن. من خلال انه بيعمل binding to receptors on platelets, endothelial cells and many other cell types leading to their activation and leukocytes adhesion. طبعا بدنا نميز انه فاكتور 10A بيعمل leukocytes immigration بينما الثرومبين بيعمل leukocytes adhesion، تمام؟ طبعا بيكون في عندنا ريسبتورز على البليتلتس او على الاندوثيليال سيلز او ماني اذر سيل تايبس، بيكون في عليهم ريسبتورز. هاي الريسبتورز بيجي الثرومبين ايش بيعمل؟ بيرتبط عليها. مثلا مش احنا حكينا انه في عندنا الثرومبين بيجي بيرتبط عليها، وهذا الاشي هو اللي بيؤدي الى انه نعمل لهاي البليتلتس او لهاي الاندوثيليال سيلز اكتيفيشن. فهاي هي الوظيفه الثانيه. الاولى كانت فيبرينوجين لا فيبرينوكلوت، الثانيه كانت انه بيعمل اكتيفيشن للبليتلتس او الاندوثيليال سيلز او ماني اذر سيل تايبس، الثالثه انه بيعمل ليكوسايتس اديجن. وهذا الاشي الاديجن اللي هو ستيكينج اند رولينج، الخطوه بخطوات اللي تم شرحها سابقا. بعد هيك في عندنا كمان وظيفة بيحكي لنا also thrombin increase vascular permeability، يعني بزيد vascular permeability، وإله وظيفة بالكيموتاكسيز. يعني لحد الآن صار في عندنا أكثر وظيفة إله لازم نحفظه.
وكمان وظيفة اللي هي إنه الثرومبين بيعمل تحويل من C5 ل C5A. وإحنا حكينا إنه حرف الـ A بدل على إنه الـ Active Form، يعني هاي بده يكون N Active Form من الـ C5، فبيعمل من C5 N Active Form ل C5 Active Form. وطبعاً الـ C5A بعد شوي راح نشرح عنها بالتفصيل بالسيستم الرابع اللي اسمه الـ Complement System. إحنا هلأ بالـ Clotting System وأخذنا الـ Kylin System، ف السيستم الرابع اللي هو الكومبلمنت سيستم، الاشي الرئيسي فيه هو C5A. فوظيفة من وظائف الثرومبين انه بيحول C5 M active form ل C5 active form، معناته هو بيساعدنا بالكومبلمنت سيستم activities. تمام؟ اذا النقطة هاي او هاي وهاي وهاي كان عندي ثرومبين، نربطهم مع بعض بعدين نحفظ تبعت فاكتور 10 إيه. بعد هيك هاي الصورة اللي حكيت لكم عنها هون اللي هو بيحكي لنا ايش عن الكلوتينج كاسكيد، بده يشرح لنا اياها بتفصيل شوي. طبعا تنقسم لقسمين، في عنا انترنسك واكسترنسك باثوي، هذه اي بي وهي اي بي. طبعا لا ضروري نعرف شو هو الاشي النهائي تبع كل وحدة، هذا باللاتيني هو رقم 5، هذا باللاتيني رقم 10. فالانترنسك باثوي النهاية تبعته 10، اما الاكسترنسك النهاية تبعته 5. بدنا نفرض انه احنا بنعد قاعدين تنازلي من 12 بنروح ل 11 بنروح لشو فجأة ل 9 بعدين ل 8. فزي كأنه احنا قاعدين من عند تنازلي ونطينا عن 10، بس هي فعليا احنا ما نطينا عن 10، 10 هو الأهم فحقنا آخر واحد. فإذا بدنا نحفظهم يعني كنا نحفظهم بطريقة 12 11 10، مهم بدناش نحكي هلأ 9 8 بعدين 10. طبعا عشان يتشكل عندنا البرو ثرومبين أو إنه البرو ثرومبين يتحول لثرومبين، لازم يكون في عندنا شغلتين اللي هم فاكتور 10 بالأكتف فورم وفاكتور 5 بالأكتف فورم. فاكتور 5 بيجي من رقم 7 بالإكسترنسك باثوي، والإنترنسك باثوي تعطينا 12 11 9. طبعا الفكرة انه 12 بيعمل اكتيفيشن ل 11 11، بيعمل اكتيفيشن ل 9 7، بيعمل اكتيفيشن ل 8 8، بيعمل اكتيفيشن ل 10، و10 لما يكون معمول له اكتيفيشن ويجي مع 5 بيعطينا البروثرومبين. وهنا اللي شرحناه قبل شوي البروثرومبين بنعمل له اكتيفيشن بيعطينا ثرومبين، الثرومبين هو اللي بيعمل اكتيفيشن من الفيبرينوجين للفيبرين، وهذا الاشي اللي بيعطينا كلوت فورميشن اللي هو زي تفلت الدم او تخثر الدم. طبعا ما بعرف اذا هدول مطلوبات او لا صراحة، بس انه ال PTT هي عبارة عن ال Partial Thromboblastin Time، فإذا بدكم طريقة تحفظوها اللي هي Partial جزئي يعني مش كلي، ودائما الإشي الجزئي بيكون أصغر، خلينا نحكي عنه ال Intrinsic الداخلي. أما ال PT اللي هي عبارة عن ال Prothrombin، خلينا نحكي إنه هو الـ Extensive Pathway. طبعاً هذا بالنسبة لـ Clotting System. هلأ بنروح لـ إشي أو System جديد اللي هو الـ Complement System. الـ Complement System
consists of plasma proteins that play important role in host defense, immunity and inflammation. لازم نكون عارفين إن الكومبلمنت سيستم إله دور مهم بشغلتين، بالإميونيتي وبالإنفلاميشن، بالمناعة وبالالتهاب. Upon activation, different complement proteins coat opsonized particles like microbes for phagocytosis and destruction and contribute for inflammatory response by increasing vascular permeability and leukocyte chemotaxis. طبعا opsonize اللي هي انه زي يميز يعني اللي هي نفس معنى كلمة coat الدكتور ركزت عليها انه بيعمل opsonizing. فلما يصير في activation للcomplement system بصير في عندنا complement proteins different complement proteins راح نتعرف عليها بعد شوي بيعملوا coat او بيميزوا او يعني انهم particles like microbes يعني بيمسكوا هاي الميكروبس عشان يعملوا لها phagocytosis بلعمة and destruction and contribute for inflammatory response. بيعملوا لها كمان زي تحطيم وهم اللي بيعملوا contribution للinflammatory response by increasing vascular permeability. ليش؟ عشان يسمحوا للليكوسايتس انه يصير لهم كيموتاكسس انهم ينجذبوا نحو مكان الانفلاميشن. هلا اللي هو الكومبلمنتس ultimately generates a membrane pore like attack complex. بدل ما الكلمة الطويلة خلص اللي هي membrane attack complex MAC that punches holes in the membranes of invading microbes. فهي زي كأنها بتعمل بالممبرين زي انه كذا فبصير في عنا زي تحطيم لهاي ال invading microbes. هو نظام اسمه ماك طبعا. هلا رح نتعرف بشكل اكبر على هاي الأنظمة. هلا في بيحكي لنا اللي هو الـ complement components. طبعا الـ complement components هو كل سيستم له components معينة. فالـ complement components تبعون هذا السيستم الـ complement system هي عبارة عن إشي بنسميه C1 to C10. طبعا أهم واحد فيهم هو C3. من هلا نحكيها. هي عبارة عن present in plasma as inactive form. طبعا زي ما احنا عارفين هاي شغلات بتكون derived تكون موجودة بالبلازما زي inactive form. بصير لها activation من خلال the proteolysis to acquire their active form. Briefly يعني باختصار the most critical step يعني اكثر خطوة مهمة بالelaboration يعني بإعداد the biological functions of complement as the activation of the third component. طبعا ليش حط C3A؟ لأنه بدنا إياه بالactive form. حكينا A هي عبارة عن active. طبعا في عنا three pathways عشان يشتغلوا the complement components. طبعا number one اللي هو عبارة عن the classic pathway اللي هو الباثوي زي الرئيسي triggered by fixation of C1. طبعا اهم اشي بهاي النقطة هو انه نعرف انه بتصير من خلال AGAB. AG اختصار للانتيجين، AB antibody، والانتيجين بيرتبط مع الانتيبادي. او الثانية اللي هي through the alternative pathway، الباثوي البديل اللي هو من خلال اشي بنسميه bacterial endotoxin يعني زي السم أو التوكسين تفرز البكتيريا. والإشي الثالث اللي هو اللكتين باثوي، اللكتين باثوي which بلازما لكتين من اسمه لكتين باثوي أكيد لأنه في لكتين بالموضوع ترتبط
مع المنوز تبع الميكروبس. طبعا هذا الاشي بيودينا للكلاسيك باث واي، بس ما بيكون في عندنا انتي بوديز. لهيك لما نشوف كلمة اي جي اي بي عطول بنعرف انه هذا عبارة عن كلاسيك باث واي. هلا هاي الصورة زي اللي حكينا عنهم، اللي هم alternative pathway، classical pathway، lectin pathway. خلينا بالأول نحكي عن classical. حكينا AGAB هاي الانتيبادي اللي هو الAB وهي الAG، بوصلنا لإشي اسمه C3B deposited on micro، يعني بصير في عنا اللي هو الفاكتور هاد C3B. هلا هم كلهم راح يقودونا للـ C3B، يعني كلهم لازم يجيبونا سوري لـ C3B. هاي C مش D. الـ alternative pathway زي ما حكينا اللي هو من خلال الـ endotoxin from microbes، والـ lectin pathway هاي المنوز binding lectin. فكلهم بيقودونا لإشي اللي بنسميه C3B. C3B راح يعطينا اشي من ثلاث شغلات، يا اما بصير في عندي recognition لهذا C3B من خلال receptor بيكون موجود على الفاغوسايت، فبصير في عندي phagocytosis. يعني phagocytosis تعمل أو الفاغوسايت تعمل ريكوجنيشن لـ C3B لأنه في عندها ريسبتر لإله. الإشي الثاني اللي هو يعطينا C3A، طبعا C3A هي عبارة عن most important step فيهم كلهم من هدول الثلاث. C3A هي اللي راح زي تحفز لنا معها C5A، وطبعا C5A صار مر معنا يمكن 5 أو 6 مرات من بداية شابتر انفلاميشن، بلاقي انه اشي كتير مهم، موضع MCQ بشكل كبير حسب برضو حكي الدكتور. ف recruitment and activation of leukocytes، يعني C3A هي اللي تعمل activation للليكوسايتس. بصير في عندي destruction of microbes by leukocytes، اذا صار في عندنا phagocytosis أو destruction of microbes by leukocytes، هذا من خلال C3B، هذيك من خلال C3A. أو بصير في عندي الإشي اللي حكناه قبل شوي اللي هي الماك MAC اللي هي membrane attack complex، برضو من خلال اللي هو C3B. فبصير في عندي lysis of microbe. طبعا يعني لو احنا ندقق بالموضوع شوي بنلاقي انه هون احنا لخصنا الكلام اللي صار بالصورة كلياته. phagocytosis من خلال الريسبترز الموجودة على الفاغوسايتس، destruction and contribute for inflammatory response هي عبارة عن C3A and C5A، و MAC هو عبارة عن الإشي التالي. ففعليا هم نفس الصورة يعني، فما تستصعبوا من الصورة. هلا their effects are، هلا في عنا ال effects يعني إيش هي النتائج أو التأثيرات اللي صارت عنا من هاي الشغلات. في عنا number one اللي هو vascular effects. C3A and C5A called anaphylatoxins. طبعا anaphylatoxins حكيناهم بشرح الصورة.
انه بنسميهم انافيلاتوكسينز، وحكينا انه مهم انه نعرف هذا الاشي. فالC3A and C5A increase vascular permeability and cause vasodilatation، بيعملوا vasodilatation وبيعملوا increasing بالvascular permeability. ثاني اشي اللي هو white blood cells activation, adhesion and chemotaxis. بحكينا C5A activates white blood cells، يعني C5A هي اللي بتعمل activation لل white blood cells، بتعمل increase their adhesion to epithelial cells and is a potent chemotactic agent for all white blood cells. وهي مهمة انه ما عدا الليمفوسايتس. ثلاثة اللي هو الفاجوسايتوزز when fixed to a microbial surface. C3B and its inactive proteolytic product C3B act as opsonins. حكينا بشوية عن هاي الكلمة انها مهمة. They are opsonins by neutrophils and macrophages which are augmenting phagocytosis by neutrophils and macrophages which express receptors for these complement products. يعني هنا بدنا نكون برضو حافظين هاي neutrophils and macrophages، إنه مين اللي بيعملوا phagocytosis. Phagocytes, neutrophils and macrophages. فهنا عندنا إشي مهم لنحفظه، وهنا عندنا إشي مهم لنحفظه كمان، لأنه هلأ طبعا ليش إحنا اخترنا neutrophils والmacrophages؟ لأنه عندهم receptors لهاي complement products. تمام، هلأ نيجي على السيستم الرابع والأخير من السيستمز تبعون الهاجمن فاكتور اللي هو الفاكتور نمبر 12. الفيبرونيتك سيستم also activated by active هاجمن فاكتور. This mechanism serves to limit clotting by cleaving fibrin. طبعا هذا الاشي بيعمل شو؟ limiting للكلوتينج. مش كان في عندنا الكلوتينج سيستم بيعمل الكلوتينج؟ هون لا، عكسه، هذا بيعمل limit للكلوتينج by cleaving fibrin thereby solubilizing the fibrin clot. يعني هذا الاشي مش احنا حكينا انه الفيبرينوجين بيعطينا فيبرين، هذا الاشي بالعكس بده يعمل cleaving للفيبرين، يعني بده يقلل الفيبرين. يعني بمعنى اخر مش احنا حولنا السوليبل للانسوليبل، هلا بدنا نعمل الانسوليبل بدنا نعمل له solubilizing، تمام، للفيبرين كلوت. plasminogen activator released from endothelial cells leukocytes and other tissues and kallikrein cleaves plasminogen. هلا بيحكي لنا انه في عندنا شيء بنسميه plasminogen activator، تمام، هذا الاشي اللي بيطلعه اللي هو الاندوثيليال سيلز والليكوسايتس وكمان اذر تيشوز. اند كاليكرين كليفز بلازمينوجين. ا بلازما بروتين باوند ان ذا ايفولفينج فايبرين كلوت ريزلتينج ان بلازما. يعني هذا الاشي بيحول البلازمينوجين لبلازما، تمام. A protease that cleaves fibrin and therefore is important in lysing clots. يعني بمعنى آخر هذا الإشي هو اللي بيحلل هاي التجلطات. Which contributes in inflammatory process as the fibrin degradation. هذا الإشي بيعمل زي يعني كل هاي النقطة اختصارها بالفايبرين degradation. يعني مش احنا حكينا الفيبرينوجين بتحول لا فيبرين، احنا لا بدناش الفيبرين عشان بدنا نشيل هاي الخطرة. increase vascular permeability and it cleaves C3 to C3A. يعمل activation ل C3 vasodilatation and increase vascular permeability. طبعا هون فينا نقطة مهمة، حكينا انه البلازمين activates hagman factor. قبل شوي
إذا تتذكروا حكينا عن الكالي كلين، إنه شو بيعمل؟ بيعمل اكتيفيشن هالمن فاكتور. حكينا إنه ممكن يكون انترميديت في وسط كاسكيد معين يعملنا اكتيفيشن للهالمن فاكتور بالأربع سيستم. فالأول كان الكالي كلين، والثاني اللي هو البلازمين. فهي ربطناهم مع بعض كمان مرة عشان تفهموا. تمام. طبعا اللي ما فهم النقطة هون بحكي لنا إنه البلازمينوجين أكتيفيتر released from endothelial cells، يعني هلا endothelial cells بتعمل release للبلازمينوجين أكتيفيتر والليكوسايتس كمان والأذر تيشوز، وكمان الكاليكوين يعني البلازمينوجين أكتيفيتر، يعني لما نعمل أكتيفيشن للبلازمينوجين وكمان الكاليكوين بيعملوا كلير ايش بلازمينوجين. يعني هلا هذا الاشي بصير له كليف، فهو اصلا بلازما بروتين باوند ان ذا ايفولفينج فايبرين كلوت. يعني هلا هذا الاشي بيرتبط مع الفايبرين كلوت، طلع لنا اشي اسمه بلازمن. هاي البلازمن هو اللي بيشيل الخطر تبعت الفايبر. تمام. طبعا هلا بدنا نبلش بالميدياترز. حكينا preformed mediators. ليش سموهم preformed mediators؟ preformed mediators لانه هم اصلا they are already exist، يعني موجودات بالاصل، هم vasoactive amines اللي هم هيستامين او هيستامين اند سيروتونين. اول اشي هيستامين طبعا is produced by، هاد الاشي حفظناه هذيك المرة بالصورة، mast cells basophils and platelets. A preformed histamine is released to these cells in response to، يعني هلا متى بصير في عندي ريليز للهيستامين من هاي السيلز، mast cells basophils and platelets؟ من خلال اربع شغلات. اول اشي اللي هي during physical injury such as trauma or heat. طبعا الهيت اشي مهم، يعني مثلا صار عندي burn، تمام، بصير في عندي ريليز للهيستامين، او physical injury زي مثلا trauma. طبعا الهيت يعني بصير انا في عندي red color او red colorization، بصير انا عندي hotness، وبصير في عندي swelling. فهاي RHS للهيت طلعوا لي الهيستامين. تاني اشي اللي هو immune reactions، يعني اي اشي بمناعة الجسم، زي لما الاي جي اي انتي بودي يرتبط على الاف سي ريسبتر على الماست سيلز. يعني هلا الماست سيلز في عليها اشي بنسميه الاف سي ريسبتر. طبعا بس نركز انه اي جي اي، لانه في انواع انتي بودي ثانية زي الاي جي جي الاي جي ام، فانه بدنا نركز انه الاي جي اي هو اللي مسؤول عن افراز الهيستامين مش غيره. في عندنا C3A and C5A اللي حكينا عنهم اللي هم الأنافيلوتوكسين، هدول بيطلعوا يعني من الكومبلمنت سيستم، هم اللي بيطلعوا الهستامين كمان، و certain cytokines زي ال IL-1 و ال IL-8. هستامين induces vascular dilatation and increased vascular permeability. Serotonin is also a preformed mediator، بيكون موجود اصلا primarily in the platelets. طبعا في platelets هاي مهمة نكون عارفينها، برضو حكينا هذيك المرة. It's released during platelets aggregation، اثناء تجمع platelets. It induces vasodilatation و vasoconstriction حسب الحالة الكيس الموجودة عندي
بصير عندي يا اما فازو دايلاتيشن يا اما فازو كونستريكشن، يعني مش اشي معين، يا هاي يا هاي. لا في عنا اللي هو الاراكيدونيك اسيد ميتابولايتس، اللي هم البروستاجلاندينز، ليكوتراينز اند ليبوكسين، released from arachidonic acid metabolism which is component of cell membrane phospholipids. يعني هلا السيل ممبرين فوسفوليبيد، مش احنا عندنا السيل ممبرين في جوات الفوسفوليبيد، فجزء منه هو عباره عن arachidonic acid، تمام، through the action of cellular phospholipase. يعني مين مسؤول عنه؟ الفوسفولايبيز that have been activated by chemical, physical stimuli or inflammatory mediators such as C5a. Their synthesis is increased at sites of inflammation. طبعا sites of inflammation بصير في عندي زيادة في الانفيزمنت تبعت بروستاجلاندينز، ليكوتينز، اند بوكسينز. كيف يعني؟ ما فهمنا. هلا هون بحكي لنا اللي هو البروستاجلاندينز اند ثرومبوكسينز ار برودكتس اوف سايكلو اوكسيجينيز باثوي. هلا بعد شوي بالصوره الجاي رح نعرف انه في عنا اشي اسمه سايكلو اوكسيجينيز باثوي، في اشي اسمه لايبو اوكسيجينيز باثوي. فبيحكي لنا انه البروستاجلاندينز والثرومبوكسينز من وين بيجوا؟ بيجوا من السايكل اوكسجينيز باثوي. هاد طبعا الصوره الجاي كلها مهمه، انكلودينج بروستاجلاندين اي 2 بي جي دي 2 بي جي اف 2 بي جي اي 2 اللي هو بنسميه بروستاسايكلين، اند ثرومبوكسين اي 2، هذول كلهم بيجوا من السايكل اوكسجينيز باثوي. هلا بيحكي لنا انه البليتلتس contains the enzyme thromboxane synthase، يعني عندها إشي بيعمل على إفراز الثرومبوكسين، هاي اللي هي البليتلتس الرائحة الدموية، and hence TXA2 اللي هي ثرومبوكسين which is a potent platelet aggregating agent and vasoconstrictor is produced by these cells. يعني لما يكون أنا في عندي aggregation للبليتلتس شو راح يكون في عندي؟ راح يكون في عندي فازو كونستريكشن. لما يكون في عندي بالعكس اللي هو inhibition للاجريجيشن تبعت البليتلتس راح يكون في عندي فازو دايلاتيشن زي ما راح نشوف بالصوره بعد شوي. هلا بحكي لنا الاندوثيليال سيلز lack thromboxane synthase but contain prostacycline synthase which produces BGI2 which is an active vasodilator. هلا بحكي لنا انه الاندوثيليال سيلز ال ECs lack thromboxane synthase، ما عندهم thromboxane synthase but يعني عندهم prostacycline synthase بدل thromboxane synthase، وهذا الاشي هو اللي بنسميه BGI2 اللي هو prostacycline which is an active vasodilator. طبعا ليش vasodilator؟ احنا ربطنا انه ال vasodilation تمام شو بيكون معها؟ بيكون معها inhibition لل platelets aggregation، بس لما يكون في عندي بالعكس activator لل platelets aggregation بيكون في عندي vasodilation، تمام. هنا في ان البروستاجلاندينز also contribute for pain and fever، يعني البروستاجلاندينز بيعملوا pain and fever. هدول لو اجوا ب MCQ question ممكن يجوا طبعا that accompany inflammation بصاحبوا الالتهاب. فبال inflammation لما يصير معنا pain and fever المسؤول عنه هو البروستاجلاندينز. هاي الصورة اللي حكينا عنها طبعا cell membrane phospholipids، حكينا انه الفوسفولايبيز هو
اللي بعطينا الاراكيدونيك اسيد ضروري نعرف انه الستيرويد بيعملوا انهبيشن لا فوسفولايبيز، راح يصير في عندي ديكريز في الاراكيدونيك اسيد. برضو هذا مهم بالام سي كيو. طبعا الاراكيدونيك اسيد زي ما حكينا في له سايكل اوكسجينيز باثوي، لايب اوكسجينيز باثوي. الدكتوره حكت انه هاي الشغلات مش مهمه، 5 12 اهم شيء نعرف الناتج النهائي هون ومين اللي بيسببه. طيب هلا اول شيء خلينا نبلش باللايب اوكسجينيز. طبعا ليكوتراين كلنا بدنا نعرف انه الليكوتراين سواء نوع A C D E هم المسؤولات عن الأزمة. طبعا شو بيعملوا؟ الكل بيعرف أعراض الأزمة، ثلاث شغلات: increased vascular permeability زي ما عيدنا ألف مرة، bronchospasm اللي هي عبارة عن نفسها the bronchial smooth muscle contraction، هذا الشيء لازم نكون عارفينه، والvasoconstriction، وهذا هو اللي بيسبب الأزمة. طبعا في عنا اشي تاني، طبعا هذا اللايب اوكسجينيز بالاول الليكوتراين، مش احنا حكينا اللايب اوكسجينيز بيعطينا شغلتين ليبوكسين وليكوتراين. الليبوكسين A و B بيعمل انهبيشن للنيوتروفيل اديجين اند كيموتاكسيس، هاي برضو مهمة. اما بالنسبة للسايكلوكسجينيز بروستاجلاندين في عنا ثلاث شغلات، اول اشي بروستاسايكلين ثرومبوكسين وبروستاجلاندين نفسه BGD2 والBGD2. بروستاسايكلين تعمل فازو دايلاتيشن وانهبت بليتلتس اجريجيشن، قبل شوي شرحنا شو العلاقه بيناتهم. اما الثرومبوكسينز تعمل فازو كونستريكشن بروموت بليتلت اجريجيشن، انه احنا حكينا انه البليتلتس هم اللي فيهم ثرومبوكسين سينتيز، حكينا لما يصير في عندنا اجريجيشن يصير في عندي فازو كونستريكشن، يكون في عندي inhibition بالaggregation بيكون في عندي vasodilation. أما بالنسبة للprostaglandin BGD2 BGE2 بيعطونا vasodilation increased vascular permeability، يعني هاي الصورة بس نفهمها تصير سهلة للحفظ. هلأ في عندنا cytokines، طبعا cytokines هدولا ايش هم؟ are polypeptides produced by many cell types called interleukins IL. فبنعرف انه مين اللي بصنع السيتوكاينز هم الانترليوكينز. The major cytokines بالانفلاميشن هم اثنين: tumor necrosis factor and IL بنوعينه IL-1 and IL-6 which are produced by activated macrophages mast cells and endothelial cells. هذول بدنا نحفظهم. These are chemoattractants. طبعا هذول يعتبروا chemoattractants. Other cytokines that are more important in chronic inflammation، يعني هذول مهمات في chronic inflammation. ايش هم؟ Interferon gamma and interleukin 12. هناك بدنا نحكي IL-1-6. و tumor necrosis factor. أما هون حكينا اللي هو بالكرون inflammation interferon gamma and interleukin 12. They increase leukocytes binding and recruitment activation of neutrophils and fibroblasts. يعني هون بيعملوا activation the neutrophils and fibroblasts وبيزيدوا leukocytes binding and recruitment. ليه؟ لأنه هم اللي بيعملوا inflammation cytokines. They also cause acute phase reaction during inflammation. هم اللي بيعملوا acute phase reaction خلال الinflammation. أهم إشي بالسلايد نكون عارفين إنه الكرونيك بيعملوا IFN gamma والinterleukin 12. نكون عارفين إيش هم أهم cytokines, inflammation, tumor necrotic factor, IL-1 and IL-6.
طبعا بالنسبة لإيش هي ال major effects of tumor necrotic factor or necrosis factor and IL-1 بالإنفلاميشن. طبعا أول إشي بدنا نعرف إنه الأكتيفيشن of macrophages and other cells بصير عبارة أو بصير من إيش؟ Bacterial products, immune complexes, toxins, physical injury, other cytokines, يعني أي سبب بيؤدي إلى الأكتيفيشن of macrophages and other cells علشان إنه يدلنا على إنه صار في عندي inflammation. يعني بمعنى آخر أنا بدي أهم إشي أكون عارف إنه هذه الشغلات هي عبارة عن effects تبعت TNF والIL-1 تمام؟ هلا بيحكي لنا إنه هاي طبعا أهم شغلتين من هاي وهاي. هاي طبعا لازم نعرفها بس إنه أهم إشي هاي وهاي. بيحكي لنا endothelial effects بيزيد في عندي leukocyte adherence أكيد لأنه صار عندي inflammation بيجيب leukocytes عشان يصير لهم يعني إنه تجمع في المكان تبع الinflammation علشان نحل المشكلة. بيصير في عندي BGI2 synthesis هي عبارة عن the prostacytin اللي هو inhibits platelet aggregation والvasodilatation زي ما حكينا قبل شوي. في عندنا procoagulant activity والanticoagulant activity كل واحد شو بصير فيه. هلا بيزيد procoagulant activity وبقل الanticoagulant activity فعليا هم بنقطة واحدة. هلا انا لما اقلل الانتي كوجوليشن انا فعليا بزيد الكوجوليشن اكتيفيتي تمام اللي هو مضاد التخثر وزياده التخثر في عندنا اللي هو الاي ال1 اي ال8 اي ال6 بي دي جي اف هذول كلهم راح يزيدهم أو يزيدوا ويزيد تأثيرهم. هلا ثاني إشي اللي هو السيفكند إفكتس رح يصير في عندي فيفر حمى رح يصير بدي أنام. أي واحد يكون عنده التهاب يكون مريض بصير بده ينام. ليه؟ هاي السبب. إذا لما تمرض بصير بدك تنام تذكر ان TNF والIL-1 بتقل شهيتك للأكل بيزيد الأكيوت كريزي بروتينز بصير في عندك هيموديناميك افكتس الشك بصير في عندك نيوتروفيليا اللي هو بيزيد عندك عدد الوايت بلاد سيلز عشان عندك انفلاميشن. بعد هيك اللي هو الفايبروبلاست افكتس بيزيد فينا البروليفريشن بيزيد الكولاجين سينثيسيس وبيزيد الكولاجينيز. ممكن واحد يحكي طيب كيف بده يزيد عندي الكولاجين سينثيسيس وبنفس الوقت يزيد الكولاجينيز اللي بيشيل الكولاجين؟ ما هو حسب الحال. زي ما حكينا قبل شوي انه ممكن يصير في عندي فازو كونستريكشن او فازو دايلاتيشن حسب الحالة اللي بنواجهها بي السيروتونين. مش حكينا بالسيروتونين ممكن يصير في عندي فازو دايلاتيشن او فازو كونستريكشن حسب الحاله. هو نفس الاشي في كيسز ممكن يصير فيها كولاجين سينثيسيس في كيسز ممكن يصير فيها كولاجينيز. حتى قبل شوي الصوره اللي قبل هاي هون كنا نحكي انه الاراكيدونيك اسيد هو نفسه مره بيعمل لي فازو كونستريكشن مره بيعمل لي فازو كونستريكشن كمان مره بيعمل لي فازو دايلاتيشن. فكل اشي بيعتمد على الكيس اللي احنا بنكون فيها. فعادي انه هون بيعمل كولاجين سينثيسيس وبنفس الوقت بيعمل كولاجينيز حسب الكيس يعني بس بنتين بيزيدوا. في عندنا اللي هو البروتيز بيزيد والبي جي اي سينثيسيس بس هدول الدكتور اللي ركزت عليهم وهدول وهدول بس طبعا انه يفضل يحفظ في الاشي بي جي اي سينثيسيس بروتيز
ليكوسايتك افكتس بزيد السيتوكاين سكريشن اي ال 1 واي ال 6. احنا اصلا مش مضطرين نحفظها انه هي هون اي ال 1 واي ال 6 زادوا معهم اي ال اي معهم البي دي جي اف، بس بدنا نكون عارفين انه سيتوكاين سكريشن معناته انه الاي ال 1 والاي ال 6 هم اللي زادوا من نفس المعنى. هلا هون في عندنا اللي هو ثلاث شغلات بسيطه اللي هو ال ROs اللي حكينا عنهم ROs مين بيفرزهم الليكوسايتس انه لونهم ابيض وبيفرزهم ابيض. ف released by neutrophils and macrophages during inflammation طبعا all the leukocytes يعني neutrophils macrophages have a role in microbial killing and tissue injury. هم كيف بيشتغلوا؟ يعملوا microbial killing بيقتلوا الميكروبات بيعملوا تيشو انجري عشان هيك بصير في عندنا انفلاميشن. نيتريك اوكسايد، نيتريك اوكسايد حكينا عنه اللي هو a short lived free radical gas produced by many cells عشان هيك لو نرجع على الصورة اللي حكي اشرحناها امبارح كان في عندنا اللي هو نيتريك اوكسايد بالماكروفاجز اند الايسي causing vasodilation and microbial killing. في عندنا lysosomal enzymes، lysosomal enzymes طبعا كانوا مع الهستامين اللي هم الأشياء المخزنة وسيرتين. كان الإشي الثالث هو lysosomal enzymes موجودة بالgranules في neutrophils and monocytes. هدول ضروري نحفظهم طبعا أكيد. هدول أصلا إحنا حفظناهم وهاي برضو طبعا إحنا حفظناهم بس إنه التأكيد they cause microbial killing and tissue injury. طبعا كلهم microbial killing tissue injury microbial killing tissue injury بس نيتريك اوكسايد ضروري نعرف انه فازو دايلاتيشن توسع. طبعا بعد شوي راح يرد ينعد معنا وين موجودات هدول اللي ما حفظهم هنا ولا المره الثانيه هون هلا بنحفظهم المره الثانيه. طبعا هاي الصوره هي بس شرح يعني انه الفاسكولار سموث مصر ريلاكسيشن اند فازو دايلاتيشن لما نستخدم النيتريك اوكسايد. فهي يعني انه كلياتها تلخيص هاي الصوره. دكتوره حكت انه ريلاكسيشن اند فازو دايلاتيشن لما نستخدم نيتريك اوكسايد. الصورة صعبة طبعا. هدول جدولين والجدول الواحد من السلايدين يعني ما اتوقع بدهم شرح لانه كل الفيديو السابق وهذا كانوا بيحكوا عن هذا الاشي هيستامين وين موجود وايش بيعمل سيروتونين نفس الشيء بروستاجلاندينز ليكوبرولينز بليتليت اكتيفيتنج فاكتور. هاد ما شرحناه بالتفصيل بس كان موجود بالصوره انه الليكوسايتس والاندوثيليال سيلز هم اللي مسؤولين عنه مسؤولين عن او السورس تاعه اللي بيطلعوه. بس خلينا نحكي شو بيعمل. بيعمل فازو دايلاتيشن، بيعمل انكريز بالفاسكولار بيرميبيليتي، بيعمل ليكوسايت اديجن، بيعمل كيموتاكسيز، بيعمل ديجرانيوليشن، بيعمل اوكسيديتيف بيرس، رياكتيف اوكسجين سبيتشز حكينا عنهم، نيتريك اوكسايد حكينا عنه بشوي، اهم شيء حكينا ريلاكسيشن، فازودايلاتيشن اند كيلينج اوف مايكرو. سيتوكاينز حكينا اهم اشي فيهم تي ان اف اي ال 1 مين اللي بيفرزهم او السورس تاعهم سيتوكاينز هذه برضو موجودة بالصورة اللي شرحناها بفيديو اللي قبل. لوكال اندوثيليال اكتيفيشن يعمل اكسبريشن اوف اديجين موليكيول سيستميك اكيوت فيز ريسبونس ان سيفير انفكشنز سيبتيك شوك. هذا كله انشرح لوكال للاكتيفيشن. هاي الكيموكاينز ليكوسايتس
activated macrophages الكوليسترول تاعهم طبعا هذا الجدول حفظ كله 100% كيموتاكسيز ليكوسايت اكتيفيشن هلا البلازما بروتين ديرايفد هذول الديرايفد يعني اللي جايات من الليفر يو كان ذات كومبلمنت كاينينز وبروتينز اكتيفيتد ديورينج كوجوليشن هلا فينا البلازما بالليفر 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 ثلاثة هاي الكومبلمنت طبعا شرحناه سيستم كامل الكاينينز شرحناه سيستم كامل كمان بس بنعرف طبعا الكاينينز ايش اصلا هو الهاي مولكيولر ويت كينينوجين راح يعطينا برادي كاينين وربطنا كلمة برادي بالبين صح؟ في بصير عندنا سموث مسل كونتراكشن بصير في عندنا انكريزد فاسكولار بيرميبيليتي كله حكيناه الكلام بس اكدنا كلمة بين الكومبلمنت كيموتاكسيز اند اكتيفيشن اوبسمايزيشن هاي حكاية كلمة مهمة جدا اللي هي انه زي تمييز او اشي اللي بيعمل كوتينج فازودايليتيشن هو ماست سيل ستيميليشن في عندنا بروتيزز اكتيفيتد ديورينج كوجوليشن اندوثيليال اكتيفيشن ليكوسايت ريكروتمنت